عشان نروح لأخبارنا العالمية. النجم المصري محمد صلاح. محمد صلاح النهاردة في بعض الأقاويل وبعض الأحاديث عن إن هو ليفربول هيتم عرض محمد صلاح للبيع عشان يبقى في الماركتنج جاي متاح إن محمد صلاح يروح نادي تانية، وبيقال إن المهتم باريس سان جيرمان. أظن إن المعلومة دي مش صحيحة، يعني بعد ما عملت كده بحث معلومة محمد صلاح دي ممكن ما تكونش صحيحة بنسبة كبيرة، مش صحيحة يعني، لأن ليفربول وهو بيجدد لمحمد صلاح الفترة دي عامل حسابه إن هم بيبنوا فرقة جديدة، وكلوب ممكن يكون في الفترة في الحالية أو الوقت الحالي فيه دروب، لكن هو بيبني فريق من جديد، نونز من اللعيبة اللي بيحاولوا يبنوا عليها، فوجود محمد صلاح مهم. التقارير الصحفية إيطالية قالت إن ليفربول سيكون منفتحا على بيع النجم المصري محمد صلاح بعد منحه عقد جديد لإبقائه في ملعب الإنديفل حتى عام 25. وذكر موقع كاتشو ماركاتو الإيطالي أن كلوب غير مقتنع تماما بأداء محمد صلاح. أظن دي معلومة غلط طبعا، وفي إمكانية لبيع هدف أو بيع هداف ليفربول محمد صلاح. أظن ده برضو معلومة مش ممكن تكون صحيحة. ليه مش ممكن تكون صحيحة؟ لأن ده أحسن لاعب في العالم أو من أحسن لعيبة العالم في الوقت الحالي، فحتى لو هيتم التسويق لبيعه أكيد مش هيبقى بالطريقة دي. ده بالعكس، ده يعني أنا لو أنا مسؤول في ليفربول دلوقتي هعلن تمسكي بمحمد صلاح، لأن ده راجل سعره عالي جدا وراجل من اللعيبة اللي سوقها بيعلى فترة بعد فترة بتعلى. باريس سان جيرمان لو مهتمة بمحمد صلاح، باريس سان جيرمان عندها مبابي، عندها ميسي، عندها دي ماريا، عندها لعيبة كتير جدا، فبالتالي هم ممكن يكونوا حاطينه بلان بعد كده، لكن أكيد مش في الوقت الحالي. زائد النجم بقيمة محمد صلاح لو ليفربول هيستغنى عنه أكيد هيبقى بمقابل مادي عالي جدا، وأكيد المقابل ده هيبقى فيه تفوق كبير جدا من بدري قوي، فمش ممكن نصحى من النوم الصبح كده ليفربول احنا بنفكر نبيع محمد صلاح. صعب جدا، صعب جدا جدا. وكمان انت وانت بتتكلم مع مسؤولين باريس سان جيرمان، طب محمد صلاح ده أكيد مش هيجي يقعد احتياطي وانت عندك امبابي وعندك ميسي، فازاي لو انت مسؤول في باريس سان جيرمان برضو هتفكر في الموضوع بشكل مختلف. ممكن تحط بلان بي في حاله رحيل ميسي مثلا، او في حاله لو ريال مدريد عايزه امبابي ممكن تحط ده. في الوقت الحالي ده مش موجود، في الوقت الحالي ده مش سهل اصلا. يعني كمان انت بتتكلم على واحد من هدافين هداف الدوري الانجليزي 3 مواسم ورا بعض، فاسمه في السوق كماركت واسمه في السوق كواحد من اعظم لعيبه الدوري الانجليزي، ده مش كلامنا يعني، ده كلام الدوري الانجليزي نفسه. فبالتالي لما تيجي تسوق للعيب زي ده لازم تعلن ان انت متمسك بيه اصلا عشان يجيب لك فلوس اكتر. فليفربول مش بالسذاجه دي، اظن ان التقارير دي خانهم التعبير شويه، واظن ان هم اكيد هيبقى عندهم بلان تانية خالص غير دي لو هيعرضوا محمد صلاح للبيع. بالعكس، انت بتعرض لعيب اساسي كل الماتشات اللي فاتت، بتعرض لعيب بتبني عليه التشكيل اصلا في غياب مانيه كمان او في عدم ظهور مانيه الفتره دي. فانت لا، مانيه من ساعه ما راح بايرن ميونخ انت ما عندكش غير صلاح. ممكن لما فيرمينيو يرجع بقى ويبقى فيه اداء احسن شويه، ممكن لما الاصابات اللي في ليفربول اللي في خط الدفاع دي ترجع ويبقى فيه اداء احسن شويه تفكر، لكن اكيد مش دلوقتي خالص. يعني ده بالنسبه لقصه محمد صلاح. انا طبعا يعني في قصه محمد صلاح دي موقفي حساس شويه، لان انا من محبين محمد صلاح وتربطني علاقه طيبه باسره محمد صلاح، لكن انا ما اقدرش اقول لك ان في معلومه عندي، ما اقدرش اقول لك ان اقدر اقول لك محمد صلاح هينتقل لحته او لا. طبعا لا، ودي باختصار شديد جدا معلوماتنا عن قصه انتقال محمد صلاح.